أعزائي السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل أسرار الرؤى بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إن شاء الله حنكون معاكم لمدة ساعة على الهواء، نتلقى فيها اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة، وحنرد عليكم إن شاء الله بالقرآن الكريم والسنة النبوية كما عودناكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بعدي إلا المبشرات. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وقد يكون هناك رؤيا يتغير فيها كيان دولة، كما رأى ملك مصر رؤيا وفسرها نبي الله يوسف وخرجت مصر من محنتها. قد يكون في رؤيا تكون سبب من أسباب إقامة الشعائر، كما رأى سيدنا إبراهيم أنه يذبح سيدنا إسماعيل ويقول الحق وفديناه بذبح عظيم، ومن هنا جاءت الأضحية. وقد يكون تفسير رؤية بشرى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج من مكة، ولما أخرج من مكة وقف وبكى وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. حب الوطن من الإيمان، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى المدينة المنورة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى في الرؤية أن الله فتح له مكة، ودخل مكة بنصر وتأييد، فيقول الحق في قرآنه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. رؤيا دخول مكة برؤيا، فتح مكة كان برؤيا. وهناك رؤيا كل يوم يؤذن المؤذن 5 مرات في اليوم، الآذان كان برؤية. يرى عبد الله الأنصاري أنه يؤذن، ثم كان رجل يعلمه الآذان، ثم تقدم وعلمه الإقامة، فلما استيقظ قص الرؤيا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب إلى بلال فإنه أندى منك صوتا وعلمه الأذان. كان الأذان برؤية، أندى منك صوتا يعني مش أي حد يأذن. ويؤذن سيدنا بلال، فيقوم سيدنا عمر بن الخطاب وجاء يجر ثوبه، فقال: يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال: الحمد لله. ناخذ الاستاذ عمر من العريش، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مليار صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليك وسلم سيدي يا رسول الله. صلى الله عليه وما وسلم. دمت يا استاذ عمر، الله يبارك فيك، استفتحت مكالمتك بالصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه فاسال وسلم. الله لك ولي والمشاهدين رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم آمين. آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. يا سيدنا الشيخ، تفضل. سلام. حلمت أن والدتي الله يرحمها، الله يرحمها، شفتها في المنام. كنا واقفين جنب بيت كده يعني حلو كده جميل يعني، فقلت لها: بص أنا هشتري لك البيت ده. فراحت قالت لي: طيب ما في، فين ال 30 جنيه اللي أنت وعدتني بيها؟ فين ال 30 جنيه اللي وعدتني بيها؟ 32؟ 30. حاضر، خليك معايا عشان في رسالة ليك. الله أكبر. إيه تاني عندك؟ ودايما كده يعني بحلم كده بالسيارة اللي كنت اللي كانت معايا في السعودية وكده، دايما يعني إيه كأني أنا في السعودية بس معيش ريالات يعني أو العملة بتاعت البلد يعني. طيب أستاذ عمر، اتفضل. إذا رأيت أنك تشتري لوالدتك بيت، فالبيت ستر والبيت سكنة، والله يقول: ومساكن طيبة في جناتي نعيم عدن.
عدن، جنات عدن. ولما تطلب والدتك منك فلوس، نعم، والفلوس رزق، الفلوس ايه؟ رزق. رزق. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم بايه؟ برزق منه. برزق منه. واذا كان هناك رزق تطلبه منك والدتك فان والدتك تطلب منك الدعاء. ليه؟ ايوه. لان اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له. ولكن اقول لك، انا بدعي لها دايما، بس اقول لك ده 30 جنيه. اقول لك اتفضل. اعظم دعاء يصل الى الميت الصلاه على سيدنا النبي. اللهم صل الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. امراه ذهبت الى الامام الحسن البصري وقالت له ان بنتي ماتت عندها 17 سنه وانا ما شفتهاش في الرؤيا لغايه دلوقتي، فباتت في اليوم ده فشافت بنتها مقيدة بالأغلال وعليها ثياب من قطران، وقالت إنني في النار. فلما قصت الرؤيا على الإمام الحسن البصري تفزع، فرأى في الرؤيا أنه في الجنة وهناك جارية على سرير وتقول له: يا حسن. قال: أتعرفينني؟ قالت له: أنا اللي أمي قالت لك عني. قال: لقد أخبرتني أمك بغير ذلك، إن أنت في النار ومقيدة بالأغلال. قالت: كنا 70,000 نفسا نعذب، فمر علينا رجل صالح وصلى على سيدنا رسول الله صلاة واحدة، وما تراه من نعيم هو نصيبي من صلاة واحدة على سيدنا رسول الله. فما بالك لو صليت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 لأمك، 1,000 لأمك وأبيك. الصلاة على سيدنا رسول الله تصل سريعا، فعليكم بذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم، والله أعلى وأعلم. أستاذة هناء من بني سويف اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ انا بدي دروس، فعندي واحده بتجيب لي بنتي، فحلمت بيها ان هي جايبه لي، ان هي جات بتقول الموبايلين بتاعتي نسيتهم. قلت لها ايوه ما تخافيش عليهم، الموبايلين بتاعتك عندي اهم. قالت لي خلاص خدي اللعبه دي لابني، واعطتني لعبه. انا معايا 3 صبيان. تاني حاجه يا شيخ، زي بعض الحلم التاني، حلمت بوالد جاي لي في الحلم وانا قاعده، انا حاسه ان انا دخلت المكان ده مش لابسه شراب او احنا في مسجد مش عارفه، وفجاه لقيت المكان مشي بينا، كنت انا ووالدي، والدي واقف قاعد قصادي بيبص لي وشه مبسوط كده. والدك متوفي ولا عايش؟ لا متوفي يا شيخ. كان مبسوط وبيبتسم؟ اه مبتسم كده بيبص لي وانا قاعده جنبه وانا مش عارفه في مسجد. طيب الست اللي بتدي ولادك الدروس دي، ايوه، هل في اسرار بينك وبينها؟ لا لا مفيش اي حاجه، هي ممكن تحكي لي ايوه بس انا ما بحكيش يعني. لا انا برضو ما معنى اسرار ان هي بتفضفض أيوة معاكي، بتفضفض معاها. اه ايوه يا شيخ. احفظي اسرار الناس حفظك الله. واما عن رؤيه والدك اللي شفتيه بيتبسم، هو انا حامل يا شيخ، فانا ربي يعطيك الصحه. طب تابعيني بس، اذا رايت والدك يتبسم او يبتسم فاعلمي ان شاء الله ان والدك من اهل الجنه. عارفه ليه؟ ربنا قال: وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره، واما الذين سعدوا ففي الجنه. واذا كنت انت حامل زي ما بتقولي، أجعل يومي كثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يكفيك الله همك ويقضي أمرك. وفي رواية: يكفيك الله أمري الدنيا والآخرة. كثرة الصلاة على سيدنا النبي، نوصيك بأخ 7 تمرات يوميا صباحا، وكثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل الأعمال بين القبول والرد إلا الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا ترد، والله أعلى وأعلم. أستاذ ناصر من الشرقية تفضل. السلام عليكم فضيلة الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي حضرتك وحي برنامجك المحترم. ربنا يبارك فيك وفي المسلمين أجمعين. ليا رؤية بعد إذن حضرتك تحب تفسرها لي. تفضل يا فندم. حضرتك شفت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله.
صلى الله عليه وسلم نايم على كنبة ومتغطي ببردة بيضة، متغطي ببردة بيضة ومتكئ يعني دماغه مرفوعة شوية كده على أشبه وسادة عالية شوية. نعم صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك قربت منه وبسني في بقه. ماسك من بقك. ايوه. انتظر. اذا قبلك رسول الله من فمك فاعلم انك كثير الصلاة عليه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فاعلم انك كثير الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. هذه هي البشرى الاولى. واما عن البشرى الثانية فمن مس جلده جلد رسول الله فقد حرم الله جسده على النار. هي براءة لك من النار. وأن سيدي محمد أبو المواهب الشاذلي كان يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفا بالليل وألفا بالنهار ويقول هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في الرؤية أن رسول الله يقبله من فمه، فلما رأى رسول الله يقبله من فمه قال أتقبلني من فمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله؟ قال كيف لا أقبل فمن، كيف لا أقبل فمن يصلي علي ألفا بالليل وألفا بالنهار يا محمد؟ قال لبيك يا رسول الله. قال وما أفضل إذا كان ذكرك بالليل، إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال له يا محمد أنت تشفع في 100,000 من أمتي قد استوجبوا النار. قال بماذا يا رسول الله؟ قال بما تهبني من صلاتك علي. رجل يصلي على رسول الله ألفا بالليل وألفا بالنهار ويقول هذه لسيدنا رسول الله، كان ضمانا له من النار وضمانا ل100,000 تشفع لهم بسبب صلاته على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يجمع لك برؤية رسول الله في الدنيا وفي شفاعته يوم القيامة، وأن يجعلك ممن يباهي بهم رسول الله الناس يوم القيامة بكثرة الصلاة عليه، لأن كل الأعمال بين القبول والرد إلا الصلاة على سيدنا النبي فإنها لا ترد. صلى الله عليه وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد علي الحوض يوم القيامة أناس لا أعرفهم إلا بكثرة الصلاة عليه. اللهم صل وسلم عليه. أقسم بذات الله أن أفضل شيء نعمله في حياتنا بعد ذكر ربنا كثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم العالمين. أستاذة آية من الدهلية تفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة آية أسمعك. أسمعك يا أستاذة آية تفضلي. أيوة. وطي التلفزيون شوية بعد إذنك. أنا مامتها هحكي الحلم لحضرتك. تفضلي يا فندم. أنا ليا بنتي الكبيرة مسافرة ودي بنتي الصغيرة، فإن هي جاية من السفر وراحت مدياها 3 قطع ملابس جديدة. طيب ده ستر ليها ورزق يا حاجة. تفضلي تابعيني. السفر سفر رزق. ايوه رزق. بيتكلم كلام كده مش ممكن. واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله اولم تكن ارض الله ها واسعه فتهاجروا فيها. ده واحد راح للامام الشافعي قال له يعني انا قاعد في مكان والرزق مقتر، ام قال له ايه؟ سافر تجد عوضا عمن تفارقه، فإني وجدت وقوف الماء يفسده والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وإذا أعطيت أختي من الملابس فهذا ستر ورزق. أفضل رزق أن ربنا يديك وتبقى كل اللي حواليك بياخدوا من الرزق ده، ده اللي ربنا راضي عنه، ده اللي ربنا راضي عنه في صلة الرحم. السعادة ان انت تشوف النعم اللي ربنا مديها لك
كل اللي حواليك بيستفادوا منها. وأما بنعمة ربك فحدث، والله أعلى وأعلم. أستاذة أسماء من مني، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين حضرتك معايا حلمين هقول لحضرتك وانت تفضلي يا أستاذة. أول حلم حلمت والدي جالي وبيقول لي حرام عليك إن أنت مش هترجع لجوزك، خلاص سيبيه وخليه يتجوز. جالي الناس كلها. ده والدك عايش ولا متوفي؟ لا متوفي يا شيخ. اسمعي كلامه. ماشي، قال لي روح خليه سيبيه يتجوز وخليه يروح لحاله، وقال هو اتجوز وراح لحاله. قلت له خلاص انا نفسي في عريس يسترني عشان انا تعبان. قال لي خلاص خد، جالي عريس شاب كده تقيل. قلت له خلاص انا هاخد ده. طب خليكي معايا خليكي معايا. طب يا شيخ ووالدك قال لك العريس ده وانت؟ قال لي خد العريس ده، خد طيب. الراجل ده الشاب التاني ده. طيب قولي الرؤية التانية. الرؤية التانية اختي حلمت ان اختي ان واحدة بتقول لها خد البدلة دي لابنك، البدلة دي حلوة لابنك خدها له. بس تابعيني أستاذة أسماء. شافت جوزها اللي كان متجوزها قبل كده بيتجوز عليها، وهي هو طلقها يعني وبيتجوز، فوالدها قال لها سيبيه ومش ترجعي له وربنا هيعوضك. الزواج رزق، والزواج الله يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ولذلك ممكن تلاقي واحد اسود عبد ومتجوز واحده عينها خضراء وشعرها اصفر وجميله. اصل ربنا مش بيجوزنا بالاشكال، ربنا بيجوزنا بالايه؟ بالنفس. واذا النفوس زوجت، اذا النفوس زوجت. واما والدي يقول لي ربنا هيعوضك بشاب افضل، والشاب ونصر وتأييد. طب أنا نفسي في زوج يسترني زي ما هي بتقول. أنا فين؟ والله ينزل في جوف الليل أصلي ركعتين وأقول لربنا أنا عايز راجل يسترني حيديني. أصلي على سيدنا النبي وأجعل الدعاء بتاعي بين الصلاة على سيدنا النبي، فإن الله يقبل ما يقبل الصلاتين وأكرم أن يدع ما بينهما. ولما أشوف الطفل إن حد بيديله بدلة، ده ستر، واللبس ستر، وكل أنواع اللبس. هناك من اللبس إن هو فيه زينة، واللبس فيه ستر. وإذا كان للمرأة فهو إدراك أمن وأمان، وإذا كان للرجل فهو ثبات في الدين. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي أناس من أمتي يلبسون قمص، منها ما يعلو الصدر ومنها ما يدنوه، إلا عمر بن الخطاب جاء بثوب يشتره، فقالوا ماذا أولته يا رسول الله؟ قال الدين. ده يبقى الستر. أما المرأة لما تشوف اللبس بتاعها ساترها وكويس نقول لها ده إيه؟ إدراكه أمن وأمان. ليه؟ لأن ربنا اللي اتكلم يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والله أعلى وأعلم. أستاذ ممدوح من شريعة، تفضل. أستاذ ممدوح، الستر يمكن من 20 سنة رأت أحد قرايبي إني دخل عليها مرات أخوها بديك أسود كده، فبتقول لي قلت لها خدت الديك الأسود دون يا فاطمة؟ قالت لي أيوه. قلت لها الديك دون الولد اللي ابنك ده في بطنك الأسود ده؟ أيوه هيبقى أسود، وهي بيضة جدا بس قد يكون طالع لأبوه. النهاردة بفضل ربنا ثم بفضل الخير أصبح الولد ده ليه شأن، وبكرة يبقى حاجة إن شاء الله. وربنا اللي بيختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. فاصل وانتظرونا بعد الفاصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم، اللهم أمين. أحد الصالحين كان معي على الهاتف ورأى أنه يصلي في مسجد الفتاح العليم الفجر، وكان يؤم المصلين الإمام عبد الحليم محمود، ولما انتهى من الصلاة قام بتوزيع المال والتمر على كل من وجد في المسجد. والمسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والتمر رزق لأن الله قال: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. والفلوس الورق رزق بدليل قول الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وهذا العمل لم يقم بعمله بفعله إلا سيدنا علي بن أبي طالب عندما كان في المسجد ودخل السائل، وكان رسول الله وصحابته في المسجد فأراد أن يأخذ شيء فلم يكن معه، لكن سيدنا علي كان راكع فأشار للسائل وانتزع الخاتم من يده، فلما انتهى من صلاته احتضنه رسول الله وقال له: يا علي، إن الله أنزل فيك قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والله أعلى وأعلم. أستاذة رندا من الجيزة. أستاذة رندا. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ، عندي كده رؤيتين بس في الأولانية شوية كده موتراني فسامحني، بس في عايزة استفادة. تحت أمرك وإن شاء الله خير متى ليش. الله يكرمك. من يومين ثلاثة كده أنا حلمت إن غرفة أوضة النوم مش بتاعتي، مش اللي بنام فيها، أوضة تانية نازل منها مية صب كده زي اللي بيصب من إبريق الشاي كده مية من السقف، وفوجئت إن الحيطة ابتدت تنشع منها مية، ينزل منها مية، وفجأة لقيت الحيطة نورت وكأني في جزء منها كده بالطوب الأحمر اللي هو الحراري ده اللي بيتزين بيه الشقق. فأنا قلقت قوي، لقيت في مية على الأرض كده بتاع 5 سنتي، قلقت جدا وانزعجت، وكنت إلى حد كبير مبالغة في انزعاجي، وناديت على ماما المتوفية أصلا اللي كانت بتغسل الصحون في حوض المطبخ، صحون لونها أبيض، وبعدين لقيتها بلا مبالاة، يعني مش لا مبالاة، يعني بسكينة كده بتبصلي فيه، قلت لها: لأ ما تجيش، لأ ما تجيش، أنا هطلع أشوف المية دي جاية منين. ولقيت أصوات بره البيت كده بيقولوا في الحيطة بتنشع مية، وطلعت لجارتي دعاء عشان أقولها المية دي من عندكم، لقيتها فاتحة بتقول لي: لأ دي مش بتاعتنا، دي مش من عندنا. وصحيت بعد الفجر على كده. أستاذة رندا، حضرتك متزوجة؟ لا، وأنا كبيرة في السن، أنا 60 سنة. ما أنا عشان كده سألتك السؤال ده. أيوة. طيب أستاذة رندا، ده هم كبير وزاح عنك، عارفة ليه؟ هم ايه يا فندم؟ هم كبير وربنا شاله عنك يا رب. عارفة ليه؟ ما انا هقولك ليه، عشان برضو اصل احنا ما بنطلعش نقول خرافات ولا بنطلع نتكلم كلام كده. ايوه صح. كلم قرآن والسنة. صح كده. الغرفة ربنا قال: وهم في الغرفات آمنون. ايوه. وهم في الغرفات ايوه آمنون. ايوه. والله يقول: والله جعل لكم من بيوتكم ايه؟ سكنا. ايوه. سكن واستقرار. ايوه. ولما اشوف ان والدتي المتوفيه غسلت الصحون بتاعتي او بتاعت البيت، كانت نظيفه كمان، يعني ما كانتش متوسخه، ده زال الهم. لو لم يكن ذلك كنا نقول لك تعملي ايه. لكن زال الهم. البيت مملكه المراه. ايوه. واذا كان فيه خلل فهناك خلل في الأسرة أو تفكيك. لكن أنا سألتك الأول متزوجة ولا لا. أيوة. علشان أنا شفت الغرفة اللي هي فيها إدراك أمن وأمان لم يتحقق. أيوة. ولم يكن هناك ستر إلا أن رأيت والدتك.
أيوة. ان هي بتنظف عندك الصحون والاواني، فده هم وزال عنك، لكن اوصيكي بكثره الصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. لان الصحيفه بتاعتنا دي يا استاذه، ايوه، كل يوم عندنا صحيفه. ايوه. الصحيفه بتاعتي دي لما تطوى كده مش هشوفها الا يوم القيامه. ايوه. طيب انا لو حطيت فيها بقى الامان كله صلى على سيدنا النبي، الحمد لله وردك عليه الصلاه والسلام، ما شاء الله، حطيت فيها ذكر ربنا، الحمد لله، حطيت فيها صدقه، ايوه، لان امبارح مش هيعود، صح، النهارده في رحيل، صح، بكره اما يدركني واما ادركه، فانا الساعه بتاعتي هقالها مع ربنا، صح. ده رساله لكل المشاهدين، وانا قبلكم كمان، الله اعلى واعلم. اتفضلي يا فندم. الرؤية الثانية أقولها؟ اتفضلي معاك. الرؤية الثانية كانت قبل دي بحوالي أسبوع، أنا كنت نايمة وشفت ماما، رغم إن أنا كنت مديها ظهري، إنها بتشيل بطانية من عليا كانت مش مظبطة وبتغطيني بيها كويس وبتطبطب عليا، وخرجت في الممر بتاع غرف النوم وبتقفل لي النور عشان أنام، فأنا ناديت عليها رغم إن أنا كنت مديها ظهري، بس إحساسي إن أنا شايفة كأني روحي خارجة مني وشايفاها بتعمل إيه. فقلت لها يا ماما انا عندي شغل كمان شويه هقوم سيبي لي النور مفتوح، فراحت فتحه لي تاني، بتقول لي بس نامي شويه ريحي شويه. طيب بس على كده وصحيت على كده. دون البر بتاعك اللي بتعمليه مع امك بتشوفيه دلوقتي، يعني دي حقيقه كده مش حاجه يعني تانيه. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا ايه؟ من ثلاث: علم ينتفع به، صدقه جريء، ولد صالح يدعو له. أيوة. ولما اشوف البطانيه اللي هي ستر، والدتي بتحافظ على ستري للأحسن، وما فيش حد بيحمل همي، أدي والدتي ووالدي بعد ربنا. لكن شوف سيدنا النبي ربنا يقول عنه إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أيوه. وما فيش حد يحمل همك ولا والدك والدتك زي مين؟ زي الأم والأب. زي سيدنا النبي بقى. تصر خلاص؟ الأم والأب رحلوا خلاص. ولما والدتك تقول لك نامي شوية، ده دون إدراك أمن وأمان. عارفة ليه؟ أيوة ليه؟ لأن ربنا قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. والله أعلى وأعلم، تحت أمرك. معانا مين؟ أم أسماء من الشرية، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم حسن معك من الشرقية. طيب يا ست أم حسن اتفضلي. لو سمحت معايا ثلاث رؤيات كده في السرحان الله يصلح حالك. تحت امرك يا فندم. انا جاي لي بنت عريض. ربنا يبارك ان شاء الله ويتم على خير، كمل. وفي اخوات معارضين واخوات مؤيدين. والعريس دي كل ما يجي اشوف حيل. طب قولي لي شفت ايه؟ انا شفت بخير بالصلاه على النبي. عليه الصلاه والسلام. اللي هو في لما جه سواء نيم تاني بعد ما مشي شفت كتاكيف راه بط صغير اخضر طلع من البيضه دي ما لي حجه بط اخضر. الو. ايوه معاكي. وكمان حلم. قولي. جه برضه هو يوم الثلاث اللي فات ده، فجوزي قال له اتصل اقول له كل شيء نصيب، جه ما اتصلش وجعنا من غير اتصال. بقول له ما اتصلتش علينا ليه؟ قال انا ما عدتش غريب انا عدت منكم. برضه اللي لقيتها مشي شفت حلم برضه فراخ فرخه مطلعه كتاكيت حمر شكلها حلو واحمر على اسمر ومليان حجر. طيب وافي على العريس ده يا حاج عشان هيبقى فيه ستر لبنتك، عارفه ليه؟ لان الفراخ دي نوع من الطير، وربنا قال ولحم طير مما يشتهون. وبنتي برضه شافت عيش وشافت فاكهه، جايبين فاكهه وعيش كده. والعيش دون ستر. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى أن قال متاعا لكم ولأنعامكم، ومتاع الأكل زي متاع الزواج. وربنا قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يبقى رزق. والفاكهة والفاكهة يا حاجة إدراكوا أمن وأمان. فاكهة وعيش والستر. الراجل ده كويس وافي عليه والله اعلم. أيوة. اتفضلي. اوافق عليه؟ اتفضلي. الف شكر. شكرا. لما ياتي عريس
وانا عارض وانت تعارض وده يوافق وده يتحكم. احنا ما تنساش ان ربنا قال ومن كل شيء خلقنا زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ده الزواج ده بتاع ربنا، أنت بتعارض ليه أو ما تعارضش. طلاقة القدرة تفعل ما تشاء، لكن في هذه الرؤية عندما ترى أن هناك نوع من الطير فوافي عليه والفاكهة وفاكهة مما يتخيرون والعيش دون ستر ورزق، يبقى حيكون في رزق وسعادة إن شاء الله توافق عليه، والله أعلى وأعلم. معانا مين؟ أستاذ عزيزي من طنطا تفضلي. ألو سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا عندي حلم، والدتي حلمت إن هي كانت في جامع. بتقولي إيه من السماء؟ بقول لك حضرتك والدتي كانت حلمت حلم ان هي كانت في جامع. طيب. وكان الجامع ده فيه ميت. وهي واقفين مستنيين الميت هي وخاله، ولقيت مرات خاله طالعه بصينيه اكل، داخله بس بصينيه اكل الجامع، وماما قاعده تصلي، وبعد كده طلعت لقيت بابا واقف بره مستنيه بالعربيه وفي عربيات كتير. تابعين. طيب. المسجد. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. المسجد. الناس في صلاتهم والله في قضاء حوائجهم. المسجد ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا رأيت الميت أو إنسان أنا حنتظر الصلاة عليه، فللصلاة على الميت قراط في الجنة واتباع الجنازة قراط، فهناك قراطين برضو رزق. ولما أشوف مائدة بتنحط كل أنواع الأكل رزق، بدليل سيدنا يوسف قال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه. سيدنا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. وربنا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، برضه رزق. قلوا مما في الأرض حلالا طيبا رزق، قلوا من طيبات ما رزقناكم رزق، وآية لهم الأرض الميتة وإحنا وخرجنا من حفة منه يأكلون رزق، والفاكهة رزق. كل أنواع الأكل اللي ربنا ارتضاه لنا حلال رزق. والأكل الحلال يكون في استجابة الدعوة. لما سيدنا سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، ماذا قال له؟ قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والسيارة زينة وإدراك منافع، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، ستر وسعادة، والله أعلى وأعلم. أستاذة سناء من الجيزة تفضلي. أستاذة سناء. موسى أنا عايزة حضرتك في حاجة. أيوة يا شيخ موسى. معاك يا فندم تفضلي. الله يرضى عليك، بالله عليك تدعي لي يا شيخ موسى. ربنا يقر عينك باللي نفسك فيه. الله يرضى عليك. وربنا يسترك. يا رب. ويرضيكي. ويعطيك السعادة في طاعته. ويزيل همك ويفرج كربك بفضل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم امين. تفضلي يا فندم. عليه الصلاه والسلام. حضرتك انا شفت رؤيا، اللهم صل على النبي فقال لقيتنا هو مليار صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عندي ابني لسه اسمه محمد، فنفسي افرح بيه. فطبعا ايه ما واحنا في مكان كده زي بيت كده، بس بيت قديم شويه. فلقيت ده بسلسله فضه كبيره، ومكتوب في الوسط كده ايه كلمه، يعني كلمه كده عشان ما بعرفش اقرا كلمه. اللهم صل على النبي. زي ايه كده كبيره كده. فانا بقول له محمد طب انت ما بتهزرش ليه؟ قال لي لا يا ام ده حلوه كده.
ردت اخته وقالت لي لا يا ام ايه عشان يبقى يقدمها لخطيبته تبقى كويسه وكبيره. بس هي فضه. طيب استاذه سناء. نعم يا حبيبي. ربنا هيحقق ليكي. ايوه. ان انت تشوفي محمد في ستر وسعاده. ان شاء الله يا رب. بس اجعلي الدعاء بتاعك بين الصلاه على سيدنا النبي. بدا والله يا شيخ بدا عشان انا بس ضيقه وربنا. بتصلي قيام الليل ولا ما بتصليش؟ بصلي حضرتك بصلي. برضه وانت ساجده كده. وانت ساجده حط الدعاء بتاعك في السجود بين الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما تقولي يا رب اختار لي اولادي فاني لا احسن الاختيار وربك يخلق ما يشاء ويختار. واحنا كمان ندعي لك ان ربنا يسترهم ويخليهم لك ان شاء الله. والله اعلم. اتفضلي. الله يرضى عليك. ثواني بس معلش الحلم الثاني بس ايه؟ اتفضلي. بقى شفت اللهم صل على النبي مليار صلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والدتي متوفيه ربنا يرحمها. اللهم صل على النبي. فلقيت معاها ورق عنب كتير فانا بقول لها ايه لقيت دارت فوق مني اسمها ليلى فانا بتذبح بتدي فراخ وبتقول لي انا عايزه منك فرختين ابيض. مين اللي عايزه فراخ؟ فراخ بيضه. والدتك؟ لا واحده ساكنه معايا في البيت. فبقول لها طيب هم الفراخ تعبانين شويه انا كده كده هذبحهم كلهم. فوالدتي قاعده في الارض كده فمعاها ورق عنب كبير. فبتقطع الورق العنب كده فورقة العنب مكتوب عليها كلام بتاع ربنا كده يعني زي ايات كده. طيب. فاللهم صل على النبي. فانا بقول لها ايه الله ياما ده الورق ده جميل قوي ده الورق بتاع ورق العنب ده جميل. قالت لي ده انا بس ايه هحطه لك في الميه اسلكه لك شويه. قلت لها طب الكتابه اللي هتروح ده هتروح من عليه. راحت قالت لي لا ما تخافيشي ده هي مش هتروح. طيب. يا استاذه سناء. استاذه سناء. ايوه يا حبيبه معاك اهو. ده ستر ليكي بسبب برك لامك. الله يرضى عليك. ودليل ان هي من اهل الجنه ده ربنا قال ان المتقين مفازا حدائق وعنابه. أيوة. ورق العنب ده جزء من العنب. ولما دخلت البيت عندك تحقق الستر. فهناك ستر وسعاده والفراخ دي ربنا قال ولحم طير مما يشتهون. كل اللي نفسك فيه ربنا هيدولك في طاعه. لكن اجعلي دعائك كله بين الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله اعلى واعلم. استاذه صفاء من المنصوره اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حلمت انني معايا ثلاث رؤى. نعم؟ معايا ثلاث رؤى. طيب اتفضلي. حلمت ان ليا اخت ليا اخت مطلقه. شايله صينيه وعلبه لبن وسمكايه انا مش عارفه السمكايه ده نوع ايه سمكايه كبيره قوي قال هتعمل لي رز معمر وفي السمكايه دي بالرز بلبن. اتفضلي. ورجعت تاني حلمت بواحده جارتي اسمها ليلى بتديني حته حلاوه بتاع جوزه الهند اللي هي بتاع المولد دي وتقول لي كليها فقعدت كلتها. رجعت تاني ليا خال ميت هو كان له في ذكر الله كتير بس جاي لي بجلابيه الجلابيه دي يعني مش زي ما كان في الحقيقه. لونها ايه؟ يعتبر بيضه بيش كده. طيب. وبعدين قعدت احضن فيه وهو يحضن فيه على اخر ما فجهت. طيب. تابعيني. قبل ما نخلص اللبن شفت ان اختها جايبه لها صينيه وفيه لبن وسمك. اللبن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف انه بيشرب اللبن وأعطى فضله لسيدنا عمر بن الخطاب فقال ماذا أولت يا رسول الله؟ قال العلم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء كان يشرب منه يقول اللهم ارزقنا خيرا منه إلا اللبن كان يقول ربنا زدنا منه اللهم زدنا منه. وأما عن السمك فالسمك رزق لأن الله قال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ولما تشوفوا أن هي خدت من حلاوة المولد مليار صلاة على سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده رزق تاخده بالصلاة على سيدنا النبي فتجعل الصلاة على سيدنا النبي على طول. ولما اشوف خالي المتوفي لابس أبيض لبس الأبيض بدل على حسن حال الشخص عند ربه إن شاء الله كما ذكرنا قبل ذلك في القص ورقة ابن نوفل إن سيدنا النبي شافه لابس لبس أبيض فقالوا له قال اللبس الأبيض دليل إنه هو من أهل الجنة. ولما أشوف إن أنا بأسلم على الميت أو بحضنه بيدل على حسن حاله عند ربنا. ربنا قال تحيتهم يوم يلقونه سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم
بما صبرتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نترككم في رعاية الله وأمنه على أن نلقاكم في الأسبوع القادم في تمام الساعة 3:00 عصرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.